مباشرة إلى أخبار الاقتصاد، حيث قرر بنك السودان المركزي تمديد فترة استرداد حصيلة الصادرات عن طريق الدفع بالمستندات لشهرين إضافيين، وإضافة لفترة 45 يوم من تاريخ الشحن التي حددها منشور سابق. وأوضح منشور صادر عن البنك المركزي تحصلت باد نيوز بنسخة منه أن القرار جاء بناء على تفشي جائحة كورونا وتأثيراتها السلبية على كافة العمليات الاقتصادية وبالأخص عمليات الصادر وتداول المستندات. وأكد المنشور أن القرار مؤقت وسيخضع إلى المراجعة والتقييم للوضع الصحي. أعلن وكيل أول وزارة الثقافة والإعلام الرشيد سعيد عن تغطية احتياجات البلاد من الوقود حتى منتصف شهر يونيو القادم، مؤكدا حرص الحكومة على توفير احتياجات السودان من الوقود، وأعرب عن أمله في انتهاء أزمة الصفوف أمام طلبات الوقود. وقال إننا استمعنا خلال الأيام الماضية إلى تقرير من وزارة الطاقة والذي أكد أن هذه الأزمة في طريقها إلى الانقشاع، وإن هنالك كميات إضافية من الوقود قد بدأت في الوصول، لافتا إلى تراجع أزمة الغاز، وأردف بالقول لم يعد هنالك الكثير من الصفوف للحصول على الغاز. أعلن نائب محافظ بنك السودان المركزي محمد البشرى عن صدور منشورات لتنظيم صادر الذهب خلال الأيام المقبلة. وأوضح البشرى أن المنشورات المزمع إصدارها تشمل السماح لشركات المخلفات بتصدير كامل إنتاجها أو بيعه بالسعر الحر بعد سداد نصيب الحكومة. وتتضمن المنشورات السماح بصادر الذهب الحر بطريقة الدفع المقدم. من جانبه أثنى الأمين العام السابق لشعبة الذهب معتصم محمد صالح على حديث نائب المحافظ، ووصف الخطوة بأنها تمثل الطريق الصحيح للاستفادة من صادر الذهب بعد العقبات التي كانت تعترض الصادر في السابق.